بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم مشاهدينا وحبابكم عشرف بيتكم بيت الهنا. الحياة الأسرية عموما في السودان بتنعم بالاستقرار وبالمودة وبالمسالمة، وكثير منها خاصة لما نتكلم عن بيوتنا القديمة بنشعر ده وبنحسه لما نشوف حبوبتنا ونشوف جدنا قاعدين قاعدة قهوة ظريفة وهم الاثنين بيتكلموا عننا وبيتكلموا عن تربيتنا. بالنسبة لنا في الوقت المعاصر يمكن بالحداثة وبالظروف الصعبة اللي عايشينها بقت في بعض المشاكل اللي بتكون موجودة داخل البيوت. كيف ممكن إحنا ببعض الوسائل البسيطة نخلق نوع من التجديد ونخلق نوع من الترابط الأسري علشان إحنا كمان بدورنا نعلم الأجيال الجاية؟ هيكون معنا إن شاء الله دكتور عبد الباسط مرغني، وهو مدير مركز الاستشارات النفسية والسلوكية والأسرية الفنار. بعد شوية تعالوا نستناه مع بعض. تفضل. بيت الهنا. اهلا بكم مشاهدينا، وشرفنا في استوديو بيت الهنا دكتور عبد الباسط مرغني، وهو مدير مركز الاستشارات النفسيه والسلوكيه والاسريه الفنار. اهلا ومرحبا بك وشرفتنا في بيت الهنا. مرحبا بكم ومرحبا بمشاهدين بيت الهنا. اهلا بك. اول حاجه الفنار دي شنو؟ فعلا كلمه الفنار هي طبعا احنا ده المختصر لمركز الاستشارات النفسية والسلوكية والأسرية كما تفضلتي، وهو مركز يعنى بدراسات مشاكل الأسرة من الناحية النفسية والاجتماعية، وبنحاول نقدم لهم المساعدات اللازمة بالنسبة للزوجين وبالنسبة للأطفال. وتأتي كلمة الفنار هو بالإنجليزي يسموه لايت هاوس، بيت الضوء الذي يكون دائما في مدخل الميناء أو المواني ويقود السفن أن تصل إلى الميناء بسلامة، وهو ده المطلوب بالضبط في العلاقات الأسرية بتكون. أيوة بالتأكيد. إن شاء الله حياتهم كلها تكون منورة يا رب العالمين، تكون جميلة. كلمة الحب بين الزوجين ممكن يكون فيها نوع من الخلعة كده يا دكتور، لما الناس تجي تتكلم حتى في يعني كمصطلح كأنه العلاقة دي بتكون تشبه الرومانسيات اللي بتشوفها في الأفلام، وكأنها حاجة بعيدة مننا كل البعد مننا كمجتمع سوداني. خلينا نتكلم على المسألة دي في البداية. لا هي ما بعيدة، هي جزء من حياة الأسرة وخاصة الأسرة الآمنة المستقرة. وكلمة الحب ما بالضرورة إنها هي تكون بنفس الحروف، يعني لأنه العلاقة الزوجية في مجملها وفي بداياتها ونهاياتها يجب أن تكون شراكة منتجة. هذه الشراكة المنتجة إذا يعني كتب لها التوفيق والسلامة من خلال الاستقرار والأطفال، نجد بعد قليل أنه بتتحول كلمة الحب لإحترام، لتبادل للمصلحة اللي هي انه فيها استثمار للحياة الزوجية نفسها. بنقول عليها في السودان العشرة، بيناتنا عشرة. العشرة هاي. العشرة الأسرية والعشرة الزوجية، وانه بيناتهم فعلا بين الزوجين تبقى هناك ما يعرف بالمسؤولية المشتركة. والمسؤولية المشتركة الداخلية اللي هي في مكنونة الأب أو الجد وجدودنا نحن شفناهم يجلسون جلسة القهوة. جلسة القهوة دي جزء من الحب، جزء من المعاشرة الإنسانية. عندما يتحدث الجد مع جدة والحبوبة كما نقول في السودان، ونقول إنه الحبوبة يستشار والجد يستشار، هذه هي مكمن خلاصات الحب والمودة بين الزوجين اللي استمرت من خلال سنين طويلة لسنوات طويلة. فبالتالي نحن نأمن على ذلك إنه الحب موجود، ربما الأسماء تكون اختلفت، ولكن مكمن الحب ومفهومه يكون موجود في داخل الحياة الأسرية الآمنة السوية. صحيح. والكلام الجميل اللي انت قلته في الآخر هو منطبق على قصة واحدة من الأسر السودانية. تعالوا مع بعض نشوف هذا الاستقرار والجمال الموجود داخل هذه الأسرة، ونرجع نعقب عليه ونواصل حوارنا. تفضلوا. أنا اسمي خالد صديق الشيخ، تزوجت من حوالي 4 سنين ونص. أنا ليلى محمد عثمان مالك، تزوجني أنا وخالد
24/2/2007. شغال موظف أنا في الشركة بتاعت حديد، وزوجتي شغالة مربية. طبعا علاقتي أنا وزوجتي من بداية لغاية الآن الحمد لله علاقة حميدة وعلاقة طيبة، وافتكر إنه الحب هو هو يعني ما تزحزح ولا بل بيزيد يوم عن يوم. صراحة خالد إنسان حنين جدا وطيب جدا جدا. أنا عمري ما تخيلت إني أتزوج واحد زي خالد، إنسان يعني بصعب علي إن أنا أوصفه. معيشني الحمد لله، بيخاف علي، بيحترمني، بيغدرني، ما بيزعلني. لو حتى زعلنا يومين بالكثير وبيجي صالحني أو أنا بروح أصالحه. الحمد لله المشاكل مشاكل طفيفة يعني ما مشاكل كبيرة، هي كلها بتتركز بين وما بتساعدني في البيت ما كده، يعني حاجات طفيفة كده ويعني تكاد لا تذكر أصلا. مشاكل لا تذكر يعني مثلا يكون مثلا موعدني بحاجة ويقوم ينسى يجيبها، أقوم أنا أزعل منه، أو حاجة أنا بحبها يشوفها هو في نظره حاجة تافهة، أنا الحاجة دي بتزعلني. نكون زعلانين مع بعض ما شرط، أحيانا بمشي أنا براضيها، أحيانا هي بتراضيني كده، احيانا انا باخده بطلعه يعني بنغير من جو البيت بنغير كده. والله احنا دايما يعني في علاقتنا هو اللي بيأثر فيها، مثلا بيزيد من تواصلنا في الحب وكده، انه يعني دايما بنطلع مع بعض كتير، بنبادل الهدايا مع بعض دايما باستمرار. تبادل الهدايا دي بتبين ان انا بحبك، ان انا لسه فاكراك او حاجه. نتبادل الهدايا، أفاجئه بحاجة هو بحبها من غير ما يعرفها، مثلا أجيب له يعني ألبس الحاجة اللي هو بحبها فيا كده، يعني هو بحبني ألبس توب، فلما نكون خارجين مع بعض بحب ألبس توب عشان هو بحب كده. دايما نحتفل بزواجنا سنويا، شكل الاحتفال بزواجنا دايما يا بنعزم الأسرة هنا والمغربين لينا وكده، أو بنطلع بنحتفل به وإحنا الاثنين. يعني سنوين بنحتفل به بشكل او باخر يعني. احنا دايما يعني احنا خاطين واحد دايما بنستشيره في المشاكل وبنستشيره في الحاجات، فقبل ما يحتدم العلاقات بيناتنا بنجيبه حكم بيناتنا يعني خلاص، وهو بيحكم بيناتنا يعني دايما، فهو زوج اختها، فالحكم اللي دايما بيحكم بيه احنا. الحب اول شهر ما كان يعني زي دلوقتي، يعني الحب هسي زايد اكتر لانه تعرفنا على بعض اكتر. يعني احنا بنتمنى انه دايما يكون الاستقرار والسلام موجود في الاسر السودانية زي ما احنا شفنا من شوية دكتور. عموما لما نتكلم احنا زي ما ذكرنا بانه مع اختلاف المسميات، اذا كانت الحب او الريدة او العشرة الموجودة بين الزوجين، فهي في النهاية الخلاصة واحدة. لكن في ناس بيشوفوا انه انعكاسها ما عايزين، او ممكن يكون هو حاجه ايه خاصه او شديده الخصوصيه، فعشان كده ما بيكون ظاهر للاسره. حتى اذا قلنا انه الاسره اذا الام او اذا الاب، فبيبقى هنا عمليه الاحترام موجوده بشكل كبير، لكن بتاثر نوعا ما على الحكايه دي. ما اعرف رايك شنو فيها، يعني احنا ما بنوضحها بشكل عام كده وظاهر للعيان زي ما بيكون في باقي الدول يا دكتور. والله هي بتتفاوت من أسرة إلى أخرى، يعني نحن شاهدنا كثير جدا من الأسر وحتى في سنواتنا المتقدمة يعبرون عن ذلك، عن ذلك تلك المودة وتلك الحب بين الزوج والزوجة، بين حتى الجد والجدة. وبعض الأبناء يعني يأخذونها من باب الدعابة بأنه فلان يحب زوجته حبا شديدا أو الزوجة تحب زوجها، وفيها بعض النسريات. مثلا يحفظ بعض الأكل الجميل للزوج وللجد حتى يأتي من العمل. صحيح. كذلك بعض الخصوصيات الموجودة في داخل الحياة الأسرية، نجد الزوجة التي ترتبط في حالة عاطفية وزوجية عاطفة حب يعني نسميها مع زوجها غير
تربية الأبناء والأسرة تحتفظ بكثير جدا جدا من الخصوصيات الصغيرة في يعني تجهيز الملابس، تجهيز الموقع للنوم، تجهيز الأشياء دي، الكوب الذي يشرب به الجد أو الزوج نفسه، كوب الحليب في وقت محدد، عمل القهوة والشاي. فدي أنا أفتكر هي بتتحول في مرحلة من المراحل. كذلك الزوج نفسه إنه التعبير لهذه العلاقة الإنسانية المتوطدة بيعبر عن هذه بطرق مختلفة ومتنوعة ومتعددة. وفي بعض الناس الذين يعبرون إنه لأم محمد ولا أم علي بالله يخليك، الله يديك العافية، يعني أنت رجلك خضراء، يدك خضراء معاي، حظي كبير معاك. فهذه الأشياء هي التي تساعد في استمرارية الحياة الزوجية وتعبر عن ذلك الحب. وفي بعض الأحيان يعبر عن كما تفضلت قبل قليل بالريدة، إنه أنا بريد هذه المرأة، المرأة هذه كانت صباح خير بالنسبة لي. فدي في حياتنا السودانية كثيرة جدا جدا، عكس المفهوم الآخر عندما يبخل الرجل بتقديم هذه المسميات أو هذه التعابير للزوجة، أو تضن الزوجة بالتعبير عن محبتها للزوجة، هنا تحصل الحالات اللي بتجينا في العيادات وفي مراكز الاستشارات النفسية والأسرية. لكن الشيء السوي الشيء الطبيعي هو ما تحدثنا عنه. صحيح، وإحنا هنحاول قدر الإمكان لأسر ممكن تعاني من الشيء اللي أنت قلته، فقدت هذه المسألة الجميلة والرائعة، أو هي تبلدت أو خاص يعني دخل فيها نوع من البلل، كيف ممكن نعيد هذه الريدة والعشرة الطيبة ما بين الناس؟ بس بعد الفاصل خليكم معنا. بيت الهنا. نتواصل معكم مشاهدينا. الحب بين الزوجين كلمة جميلة بنعبر فيها بمجتمعنا السوداني بالتعامل أكثر من إنه كلام. هنتكلم بإنه حتى التعامل ده إذا أصبح فاتر كيف ممكن يرجع. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الباسط مرة ثانية. الله يسلمك. إذا فعلا حسينا بإنه في فتور، متى الزوجين بيكتشفوا المسألة دي؟ أنا أتحدث عن تجارب وخبرات من خلال العمل ومن خلال القراءة، خاصة كذلك مجال التدريس. مصاعب الحياة عندما تتراكم، الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفجأة يجد الزوجان أنفسهم نفسيهما في الاهتمام بالمشاكل أكثر من المودة السابقة. تفرض نفسها في بعض الأحيان متطلبات الدراسة للأبناء، الإيجار، الكهرباء، الماء، مصاعب الحياة الكثيرة هذه. بعد قليل نجد أنه تغيرت اللغة. وتتغير اللغة لأنه هنالك ما يعرف بالمسكوت عنه. وده طبعا من الناحية النفسية غير سوي، غير سليم. السوي والسليم أنه أن يتحدث الزوجان عن كل مشكلة حتى لو كانت حادة، حتى لو كانت فيها كمية من الحساسية، هل لو فيها بعض المشاكل المادية، يطرحوا كل الأشياء على الترابيزة وعلى المنضة ويناقشوها. ممكن الوحدة تقول لك يا دكتور بإنه والله أنا خايفة على مشاعر وأنا عارفة هو مضغوط ضغط شديد، فتبدأ تكتم في نفسها. أيوة. وهو بعدك بتحس بإنه هو ما مقدر، وهو يحس بإنه هي ما مقدر تقريبا. ده هو اللي بيحصل. وبعد ذاك بيكون الرقد في سبيل لقمة العيش وكسب العيش. فبعد فترة من الزمن بنلقى إنه غياب اللغة المتواصلة ابتدى تتوسع المسافة بين الزوجين، وتبغى الحياة روتينية. أيوة. وصول الحياة إلى حياة روتينية، وهذه نحن نحذر منها، يجب الحياة يجب أن تكون متجددة مهما كانت فيها، لأنه لا يخلو بيت من مصاعب. صح. ولا تخلو أسرة من مشاكل. صح. ولا تخلو أسرة من خلافات. صح. ونحن في علم النفس بنقول دائما الخلاف هو يعني عام بمعنى شائع، ليس ملك هذه الأسرة أو تلك. ونقول الخلاف والنزاع دائما طبيعي، ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليتدافعوا في الحياة. صحيح. والتدافع في جزء من التنافس. كذلك الخلاف والنزاع هو يعني لا يمكن تجنبه. فعندما إذا كان لا يمكن تجنبه هو طبيعي وهو شائع، فبالتالي يجب أن نعمل شنو؟
يعني نحن بنساعد الأسر دائما الزوج والزوجة إنه يتعايشوا مع النزاع يتعايشوا مع الصراع. لكن يا دكتور إذا ما واحد فيهم أسف المقاطعة لكن إذا واحد فيهم حس بإنه ما قادر يتجاوب مع الثاني، يعني المرأة بشكل من الأشكال عملت مسألة اللي قلتها طرحت المشكلة كلها على الترابيزة وحاولت إنها تتودد وكل الأمور دي لكن ما لقت استجابة، أو العكس حل المشكلة دي يكون كيف؟ هو دائما طرح المشكلة يجب أن لا يكون هناك غالب ومغلوب، يعني ما يكون في الحياة الأسرية زي ما قلنا يعني هي شراكة منتجة، ما بالضرورة إنه الزوجة تكسب المشكلة أو الزوج يكسب، لا أنا أكسب وإنت تكسب والأسرة تكسب، بمعناته إنه يجب زي ما قلنا لا يمكن تجنب نصل لحلول، وهذا فعلا ما نشتغل فيه نحن في داخل الأسر وفي حالات الاستشارات الأسرية، بإنه نوضح بإنه هذه القضايا يمكن أن تحل وممكن أن نقدم تنازلات، وهذه التنازلات أهم حاجة فيها إنه تكون في لغة مشتركة وفي مشكلة تتحل، وأي مشكلة لازم تتحل نواصل اللغة المشتركة لفترة قادمة وقادمة وكذا، فده بيكسر الرتابة وفي الحياة الزوجية. بنفضل كثير من الأحيان إنه مثل هذه القضايا لا تناقش في داخل المنزل. وين تناقش؟ أيوة يعني الزوج أو الزوجة يعني يختلقون مناسبة طيبة في الخروج إلى بعض الأماكن وخاصة تلك الأماكن التي كانوا يزورونها في السابق، يعني هي مرتبطة ارتباط جميل بالعاطفة وبالإنسان. يعني الحمد لله حسب في مناطق كثيرة جدا إذا كان في السودان وخارج السودان في بعض المواقع التي غير مكلفة إنه الناس يقضوا فيها 10 دقائق نص ساعة ساعة على حسب الظروف بتاعتهم حتى ولو مشوار تمشي إنه نحن نتحدث في هذه القضية ونحن ذاهبين آتين من مكان إلى آخر، فهي هذه تخلق جو مختلف من أجواء المنزل أو الأجواء التي دائما تكون فيها النزاعات. في طرق متنوعة كثيرة جدا جدا أن الزوجين يناقشوا فيها مشاكلهم ويكسروا الرتابة ودائما بيصلوا لحلول. في بعض الأحيان ربما يستشيروا وبالحق إذا غلبوا الحال يعني إذا وصلوا لطريق مسدود، لكن إذا كانت اللغة موجودة وروح الحوار مفتوح وموجود دائما بتحصل حلول والحلول دائما ممكنة. صحيح، في ممكن يفكروا يعني ممكن إذا هما بيناتهم هذا الود وهذا الحب لكن واحد فيهم لا يستطيع التعبير عن ذلك، فكيف ممكن الطريقة اللي هو يعبر بها عن وده، لأنه ممكن هي تحس أو الحكاية إذا كانت بالعكس هو يحس بأنه في تبلد عندها لكن هو ما حاصل، يعني ودي قضية ثقافية. يعني مثلا لو أخذنا السودان كمثال كما تحدثنا في البداية دائما من ثقافتنا السودانية تمنع الناس عن يعبروا عن المشاعر الجميلة بيعتبروها نوع من الضعف، ونحن بنحاول إنه نضحط هذه المفاهيم وندخل مفاهيم جديدة بأنه كما ذكرنا في بداية الحلقة بأنه في يعني أن تعبر عن الحب تعبر عن الود تعبر عن المودة حاجة مسموح بها وموجودة. فأنا أفتكر أنه يعني قصة أنه واحد منهم ما قادر هذه انسحابات اجتماعية مقدور عليها، لكن إذا كان الزوج يعني قدر بتعبير يعرف زوجته محتاجة لشنو الأشياء بتفريحها شنو يعني في الحياة الاجتماعية ممكن يأخذ زيارات إلى بعض الأصدقاء إلى الأسر التي ترتاح عندها في بعض الأحيان، كذلك الزوجة الأشياء بتعجب زوجها أكيد من خلال ممكن تكون هدايا الحديث عن المنزل نفسه والاتفاق حول معسورات المنزل وموجودات المنزل واحتياجاته احتياجات الأبناء يجب أن نتحدث عنها بمستوى إنه هي من الناحية البنائية إنها تبني الأسرة أكثر من إنها تكون نكد. يعني هل ابننا يمشي لمدرسة خاصة يمشي لمدرسة عامة هل هو محتاج لدروس القضايا دي تناقش بهذا المستوى. فيعني نجعل من احتياجات الأسرة برلمان أسري صغير في إنه كيف نناقش القضايا بعقل مفتوح. إذا كان في تردد وفي الخوف هذا الذي يخلق المشكلة. لكن أنا على حسب
يعني متابعتي لكثير من الأسر، وبهذه الأمثلة التي ذكرناها كثير جدا جدا من الأسر تتجاوز هذه الأشياء، لكن في للأسف بعض صحيح. الأسر التي تفتقد اللغة المشتركة صحيح. وتقع في المحظور صحيح. اللي هو الصمت. والصمت شيء فظيع. بشكرك كثير دكتور عبد الباسط على المشاركة وعلى الكلام الجميل اللي تفضلت به. نتمنى إن شاء الله إنه السعادة والهناء تعبر بيتك وبيت كل المشاهدين. إن شاء الله. آمين يا رب. هنتواصل معكم مشاهدينا بس بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهناء، اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه مشاهدينا. نتواصل معكم في بيت الهنا. المره دي عندنا نصيحه تغذويه مع اخصائيه التغذيه والعلاج الغذائي زهراء الحسن. تعالوا نشوف مجهزه لنا يا تو نصيحه، تفضلوا. بنرحب بالمشاهدين الاعزاء. حنتكلم في فقره التغذيه اليوم عن تغذيه مريض السكر. فزي ما عارفين انه مرض السكر هو متلازمه مرضيه بتتميز بارتفاع السكر في الدم، والارتفاع ده بكون نتيجة لقلة هرمون الأنسولين أو الانعدام حقه. فبتقسم لنا مرض السكر لنوعين، سكر النوع الأول سكر الأطفال، النوع الثاني سكر الكبار. فعندنا الثاني تفاصيل في أنواع السكر، فدي أشهر نوعين. لمريض السكر نظام غذائي بتصير به طول حياتي، يعني من الركائز الأساسية في علاج مرض السكر النظام الغذائي للمرضى اللي بتناول أنسولين أو بتناول حبوب أو بيكون معتمدين على نظام غذائي فقط. فعندنا الأنظمة الغذائية اللي بتساعد مريض السكر أنه يكون سكر في المعدل الطبيعي عشان يتحاشى كثير من مضاعفات مرض السكر. زي ما عارفين بيأثر في العيون والأطراف والأعصاب والكلى، فلذلك لازم يتبع برنامج غذائي ممتاز يكون مدروس من قبل أخصائي التغذية. فعندنا في الأول حاجة متفق بها عالميا على مرضى السكر، عدم تناول السكر الأبيض إذا كان في شكل مشروبات أو كان على حليب أو كان على نوع من أنواع العصائر. الحاجة الثانية كمية النشويات، وهي مربط الفرس في غذاء مريض السكر. فعندنا كم نوع من أنواع النشويات، ونحن دائما بناخد من الحبوب اللي بتكون كاملة النخالة، زي الخبز يكون الخبز الأسمر أو الخبز البلدي، أو القراصة تكون من القمح الكامل لأنه بتأمن حاجة الألياف لمريض السكر وتبطي امتصاص السكر في الدم. عندنا ركن مهم وأساسي في تغذية مريض السكر هي الخضار، هي بتأمن لنا حاجة الفيتامين سي للعيان وبتدي إحساس بالشبع في حالة المرضى اللي بتناولوا نوع من أنواع الأنسولين. فعندنا الركن الثالث هي مجموعات اللحوم. ففي الأول لازم يكون أي لحوم تقدم لمريض السكر تكون مسلوقة أو مشوية، يمنع منع بات القلي في اللحوم إذا كانت حمراء أو بيضاء. وقبل إعداد اللحوم لازم نتأكد أنها خالية تماما من الدسم أو من الدهون، لأنه زي ما عارفين السكر الأبيض والنشويات بترفع السكر لمريض السكري، برضو الشحوم والدهون الموجودة على اللحوم ترفع لنا السكر. حاجة مهمة وأساسية البيض، ممكن يتناول أكثر من صفار بيضتين في الأسبوع، يعني الأسبوع كله ما بيسمح له أكثر من صفار بيضتين، لأنه البيض بتكون في الصفار مادة الكوليسترول اللي هي سبب مشاكل في القلب. عندنا البلح وركن الفواكه. البلح لا يسمح بأكثر من 3 بلحات خلال اليوم، وحتى البلح يتناول المريض السكر لما يحس بنفسه في أعراض هبوط في السكر، واللي هي حنقولها بعجالة هي عدم التركيز وبرودة في الأطراف وبكف دقات قلب وعدم تركيز. ونتيجة لهذه الأسباب الثلاثة ممكن تناول حاجة فيها جلوكوز بسرعة كان في شكل بلح أو في شكل عصير. في الحال الوحيد المسمح لمريض السكر يتناول عصير مسكر، وبنأمن على جانب الفواكه يتناول لنا من الموالح لأنها أقلها سعرات حرارية أو سكريات، في برتقال أو جريب إذا كانت فاكهة مكشورة أو كان فاكهة عصير طازج. نتمنى أن تكونوا استفدتوا من حلقتنا لهذا اليوم عن تغذية مريض السكري، ونعود للاستوديو. نشكرك كثير على النصيحة اللي قدمتيها لنا، ونتمنى إنه الغذاء يكون بشكل صحيح وسليم زي ما ذكرتي علشان تكون صحتنا سليمة ومعافى. وأكيد الصحة براها ما كفاية، لازم يكون الدور الأسري جميل ورائع زي ما تعلمنا قبل شوية من الكلام اللي قاله لنا دكتور عبد الباسط. ننمي علاقتنا الزوجية ونخليها بشكل مستقر علشان نقدر نفيد إن شاء الله الأجيال الجاية. هنا تشرغدو تي في إيميلنا، نتواصل به معاكم، وإن شاء الله بكرة لنا مواعيد جديدة. ودعناكم الله. بيت الهدى.